مشى يشكي على حقه، طاحوا تحميوا فيه ثلاثة من الناس. أنا ضربوني كامرة، أنا مرأة هند، يضربني مسلحة شكل من بلاصة خايبة برشا متاع مرا، يدزني يجيبني مطيشة مشالك حق قدام الناس، وصاكي مفرط في القاعة. وينو حكمنا؟ وعندي تسجيل، تسجيل متاع عون أمن قال لي أعطيني حق بلعة تتعدى موضوعك ومليون يجيب لك موتورك. وين رجال تونس اللي تحاربت بدمها؟ اللي حق الزوين يمشي، اللي ما عنده حد يمشي تحت الحفز. نبكي على بلادي كيفاش مشات، نبكي على تونس وين حكمنا وين دخليتنا وين قيس صعيس الرئيس وين مشات بلادنا مشات. المظلوم توا يمشي تحت الساقين، تهزت موتوري من داري، موتور راجلي يعمل في الدياليز ويداوي في الرازي، تهزت من الدار الموتور. سرقها لك؟ سرقها لي جاري اسمه. كي مشيت للحاكم وقلنا له راه فلان الفلاني هز استحوا يضربوا في راجلي، هاي صرت في كوات ماشي لوزارة الداخلية ياخذونيش حقي، هاي زها هاي هاي الفلول هاي هاي صرت فيك هاي صرت فيك. علاش يضربوا فيهم؟ مش يشكي وما ضرب؟ ما عادش يشكي مع اختي، سامحني بعد اذنكم وتحيوا سامحني وزارة الداخلية، سامحوني الناس الكل. مركز سوق دلالة، سوق دلالة، اللي عنده الفلوس ياخو حقه، ما عندوش فلوس يمشي تحت الساقين. ما يحبوا حد ويعفسوه، والناس ويتسرق ويتضرب ويتهان والجيعان يموت للشر وحد ما يتلفت له على خاطر ما عندوش فلوس. هيا سرتفيكا، هذايا سرتفيكا، سرتفيكا اللي احنا مركز راجلي يعدي في يعدي مريض بالاعصاب ويعمل في دياليز في معهد التغذية عند دكتورة بن ابراهيم، مشى يشكي على حقه، طاحوا تحميوا فيه ثلاثة من الناس. أنا ضربوني كامرة، أنا مرأة هند، يضربني مسلحة شكل من بلاصة خايبة برشا متاع مرأة، من صدري يدزني يجيبني مطيشة مشالك حق قدام الناس، وصاكي مفرط في القاعة. وينو حكمنا؟ كيفاش مشيتوا حكيتوا معاهم أنتم؟ كيفاش قدمتوا الشكوى نتاعك؟ سلام، أربع أيام نمشي ونجي، وعندي تسجيل، تسجيل متاع عون أمن قال لي أعطيني حق بلعة تتعدى موضوعك ومليون يجيب لك موتورك. تليفوني هو اللي يحب يكلمني من وزارة الداخلية، من رجال تونس، رجال تونس ويني؟ وين رجال تونس اللي تحاربت بدمها؟ اللي حق الزوين يمشي، اللي ما عنده حد يمشي تحت الحفز. ايش عندها الحكاية ما خديش حق؟ 15 يوم الطفل يدور قبيلة بركة يتفزعك عليا، قبيلة بركة يحب يضربني معاهم واحدة وطفلة حاشاكم. ايش يقول لك؟ وين بلادي؟ وين رجالي؟ وينهم؟ وينهم رجالي؟ وينهم رجالي؟ وين الداخلية؟ ويني؟ وين سيد الرئيس قيس سعيد اللي قال العنف لا؟ العنف لا مهما سير، العنف لا. خلي احنا جينا بتربية، شدوا راجلي بالمقص عاش قلبوا له الشيفير تاع ساقيه. شنو قال لهم راجلك مشى يشكي مدى؟ قال لهم السلام عليكم، سامحني مراه موتوري اليوم هائلة، راني نعرف شكون اللي هزها، راهو فلان الفلاني. هو قال لي الكلمة هذيك عبارة إجابونا إجابوا الإجابة نتاعهم ما عادش تجاو. بجاه ربي بجاه ربي عرضتكم محمد، كان تحبوا بلادكم، كان تحبوا تونس عديوها البر الكلام هذا، كان تحبوا تونس. صدقني نبكي على بلادي، قال لي على تبكي أنت بعد ما هاني ومرمدني في القاعة، قال لي على تبكي أنت. قلت له نبكي على بلادي، نبكي على تونس اللي كرهتوني فيها، اللي الزيت خبينو علينا، اللي السكر مخبينو علينا، نوكل في ولادي في عظام نصوة عظام ونعملهم كسكروت هريسة وعظام. وراش من صغيرة عندك مدام؟ شكون يصرف عليك؟ حش عينيك، عندي خمسة صغار وكارية وراجل يعمل في الدياليز، وأنا مني أم مني بو مني كل شيء، أنا مني كل شيء وأنا متحملة. أنا توا ماشي للداخلية ومن الداخلية نمشي نخدم، نمشي نخدم ونرجع نخدم. مدام حسب رايك بالله الهيئة ذي متاع شنيا إنسان يخدم؟ بالله يا البلادي علاش كرونا فيها؟ علاه فدونا في بلادنا؟ علاش ما عندها تخوها من عند الوالي؟ عندنا نعم ليه سيد الوالي وكلنا يعاونوا فيه، يرحم والديهم ويعرفوا كل موضوعي. اما منطقة سوق دلالة، صدقوني سوق دلالة، سوق دلالة. لو كان سيدو كي جمهورية يعطيه تصريح باش نخرج المكالمات يسمع، يسمع ايش قاعد يحكي معايا، ايش قاعد يقول، ايش قاعد يحكي في التليفون. اعطيني مليون جيب لك موتورك، نهار صرت تطلبني قال اعطيني حق بلعه، كل شيء بالتسجيل، كل شيء هو التليفون.
يطلبوني التحقيق اي اي محكمه تطلبني وتحب تونس وتدافع على بلادها وتدافع على شعبها، خاطر انا نتسبب بالشعب التونسي كل، خاطرني تونسيه بطاقه تعريفي تونسيه، تونسيه ما لقيتش حقي في بلادي، يحبوا يخرجونا من يكرهونا. موتور راجلك مورد رزق اللي كنتي وصغار مورد رزق ناكلوا منه في الخبز انا وراجلي ولادي، راجلي يمشي كيما نقولوا احنا الكرسي، فما سكون دكتور في حي النصر يرحم والديك ووالديه عاونوا خذوه له وقال له عندي قضيات عندي في السفاره عندي نمشي للمارشي سنترال، راجلي يمشي هاو مشي هاو جي باش يقضي له قضيته، ومن ضمنها قال له ما يسالش شيء اولادك وما يسالش والدوله باش حو. والسيد هذا اللي عاوني مصراوي مصراوي كي سمع بالحكايه يبكي عليه يبكي ويه ايه يا تونس قال اه يا تونس هذا اللي صار فينا يا تونس، تونس مشيت وين رجالها تونس وين رجالها تونس، كان تحبوا تونس وكان عندكم شعرة النبي عديوها الموضوع هذا عديوها، نحب سيد الرئيس قيس سعيد يسمعني